أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وده وقت قراءة في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في مصر، وهنبدأ بجريدة الأهرام ونقرأ العنوان الرئيسي في هذه الجريدة. هنقرأ الشراكة المصرية الفرنسية ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط. السيسي خلال مباحثات القمة مع ماكرون في الإليزي، تعزيز التعاون العسكري مع باريس ونتمسك بحقوقنا المائية والحل العادل للقضية الفلسطينية. الرئيس الفرنسي بندعم جهود مصر في التنمية ومكافحة الإرهاب. بتقول تفاصيل الخبر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا باعتبارها ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومعرب عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة. معنا للحديث حول هذه أو هذا الموضوع وزيارة الرئيس السيسي لفرنسا الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمد صباح الخير، وهل يعني زي ما قرينا في الخبر، ما هي أهمية هذا التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي وأهمية زيارة الرئيس السيسي ولقائه مع ماكرون؟ نعم، في الواقع أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا هذه المرة بتحمل أكثر من زاوية بالغة الأهمية على الصعيد الاستراتيجي سواء لمصر أو لفرنسا أو للقارة الأفريقية بأسرها وتحديدا للشقيقة السودان. احنا عارفين ان سيادة الرئيس بيشارك في اجتماعين او مؤتمرين، احدهم خاص بالسودان ودعم المرحلة الانتقالية فيه، والاخر خاص بدعم الاقتصادات الافريقية او تمويل الاقتصادات الافريقية في مرحلة ما بعد كورونا، اللي احنا عارفين كلنا ان الدول الافريقية هتخرج منها وهي منهكة اقتصاديا بشكل كبير، واقتصادياتها هتكون في حاجة ماسة الى دعم من مؤسسات التمويل الدولية. لكن الشق الثنائي بشكل خاص يحمل أهمية كبيرة نظرا للمكانة الدولية التي تتمتع بها فرنسا على الصعيد الدولي ووضعياتها وتمركزها الفاعل في مجلس الأمن الدولي في ظل الصراعات والأزمات الحادة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق المتوسط في الوقت الراهن، وأيضا في ظل المكانة التي تتمتع بها مصر على الصعيد الإقليمي سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو الشرق المتوسط، وبالتالي هناك مصالح متشابكة كثيرة ومتطابقة أيضا بين مصر وفرنسا في هذه المناطق الإقليمية بأسرها، ولذلك من المهم في هذه المرحلة أن يتم وضع النقاط على الحروف فيما يخص تنسيق السياسات سواء الدبلوماسية أو الأمنية والعسكرية وكذلك الاقتصادية بين الجانبين المصري والفرنسي. ومن هنا جاءت أهمية القمة المصرية الفرنسية التي عقدت وحرص الجانبين على تأكيد دعم كل منهما لمواقف الطرف الآخر فيما يخص الرؤية المشتركة للتعامل مع مستقبل التحديات في هذه المناطق المتأزمة. نعم، كان في تصريح للرئيس الفرنسي بيقول ان هو بيدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وكذلك كان هناك أيضا مشاورات اللي تمت ما بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون كانت حول موضوع سد النهضة، وتم فتح هذا الموضوع. إيه رأي حضرتك في يعني الاتفاق المصري الفرنسي في هذه الأمور؟ نعم، فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب، يعني بطبيعة الحال وإن كانت منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر يعني تأثرا بالأنشطة الهدامة للتنظيمات الإرهابية، لكن أيضا جنوب منطقة يعني جنوب القارة الأوروبية ومن بينها فرنسا بتتأثر بشكل أو بآخر بهذه العمليات الإرهابية، ونحن نعلم جميعا أن فرنسا فيها جالية كبيرة بتنتمي للعديد من الدول التي يصل من خلالها أو التي تشكل معبرا للعناصر والخلايا الإرهابية. لكن النقطة المهمة هنا هو أن هناك تطابقا في الرؤية بين الرئيسين المصري والفرنسي على أن عملية مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتم بشكل مؤقت أو تكتيكي، وأن
مكافحة الإرهاب يجب أن تكون عملية تضمن استقرارا مستداما في المنطقة، استقرارا وأمنا مستداما. الجانب المصري والرئيس السيسي أكد بوضوح خلال كل اللقاءات بما في ذلك الرئيس الفرنسي وأيضا لقاءاته مع القادة الأفارقة على أنه يجب أن يكون الاستقرار والأمن والتنمية جميعها تكون مستدامة وليست مقترنة بالأمد القصير. ومن هنا أهمية مكافحة الجذور التي تشكل قاعدة للإرهاب بما فيها عمليات التمويل ورعاية الإرهاب والدول التي تعطي حكومتها غطاء سياسيا للإرهاب، والتي أتصور وكما يرى العديد من المراقبين أن العديد من هذه الدول التي كانت تشكل غطاء سياسيا للإرهاب قد بدأت تتراجع بشكل واضح تحت وطأة التحركات الدبلوماسية الفاعلة للجانب المصري بشكل خاص على مدى السنوات الأربعة الماضية. بعض الدول اللي كانت بتشكل رأس حربة لدعم الجماعات الإرهابية هناك مؤشرات واضحة على أنها قد تراجعت تحت وطأة الهجمة الدبلوماسية المصرية، وأيضا في ظل أن الدولة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وهي مصر أصبحت قوية بدرجة كافية للتصدي لأي موجات إرهابية وافدة تستهدف مواصلة استنزاف دول المنطقة ومقدرات شعوبها. نعم أستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنا بشكرك شكرا جزيلا لك. نتحول مشاهدينا بعد هذا لنفس الموضوع ولكن في جريدة الأخبار، بنقرأ العنوان الرئيسي أيضا حول زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ولكن بنتجنول جانب آخر، فبيقول قمة مصرية فرنسية في باريس، السيسي التوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين ضروري. وأيضا كان في تفاصيل الخبر السيسي ضرورة وقف العنف في أسرع وقت، يعني هنتناول هذا الموضوع والجانب الفلسطيني في زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا مع الأستاذ عبد المهدي مطاوع محلل السياسي الفلسطيني. أستاذ عبد المهدي أهلا بحضرتك، وكيف ترى الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ومن خلال زيارة الرئيس السيسي في فرنسا ومن خلال اللي قامت به مصر يمكن في فتح معبر رفح وغيرها من الأمور اللي بتقوم بها الدبلوماسية المصرية؟ يعني أنا بعتقد أن الدور المصري اتخذ شكلين منذ بداية الأحداث. أول سارعت مصر بشكل كبير لتطويق وعدم تطور الأحداث بحيث تحافظ على دماء الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى، تدخلت بمستويات عدة. على الجانب الآخر الإنساني استطاعت مصر أنها تقدر تخلق حالة من التواصل الشعبي والإنساني والصحي عبر النقابات والمؤسسات وعبر الرسمية المصرية، بالإضافة إلى وضع خطة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من القادمين من مصر وكيفية تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني. هذا جانب الإنساني العملي، لكن في الحقيقة أيضا هناك دور هو الأهم وهو الدور الذي تقوم به الرسمية المصرية عبر اتصالاتها بالأشكال المختلفة والمستويات المختلفة للحصول على هدنة أو تهدئة لإتاحة الفرصة بشكل كبير لإنهاء هذه الجريمة التي تتم الآن في غزة ومحاولة وضع آليات لمنعها مستقبلا، منع تكرارها مستقبلا، وهذا يتأتى من خلال مفاوضات جادة وهذا ما تم الإشارة إليه في باريس اللي هو عملية سلام. وعملية السلام بالتأكيد هي الحل الوحيد لوضع النهائي لهذه الحالة، تتضمن أن يحصل الفلسطينيين على حقوقهم وهي دولة في حدود عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. طب تأكيد الرئيس السيسي على هذا الأمر وهو حصول الفلسطينيين على حقوقهم كان هو يمكن العنوان الرئيسي في جريدة الأخبار، هذه الدعوة
من الرئيس السيسي، كيف يمكن أن تتحقق؟ وهل ده من خلال المفاوضات مرة أخرى، ولا من خلال مثلا عقد قمم يعني بشكل جديد، قمة عربية مثلا لتوحيد الرأي العربي؟ أنت شايف إيه الحل؟ يعني أنا باعتقادي أنه أولا القضية الفلسطينية عادت مرة أخرى على طاولة بشكل قوي، وأصبحت تتصدر جدول الأعمال، وهذا مهم جدا بعد أن غابت لفترة طويلة. الآن الذي سيحدث أنه لابد أن يكون هناك تهدئة، وهذه التهدئة في النهاية لابد حتى تصبح نهائية ولا يتكرر هذا الحدث، الذي أن تطور إلى عمل سياسي. وأنا باعتقادي أنه أهم خطوة أن يحافظ الفلسطينيين على ما تم في القاهرة هنا قبل الدعوة للانتخابات، وهي الاتفاق على الوحدة، لأن الوحدة في أثناء المطالب والمطالبات بالتأكيد ستنعكس على النتيجة التي ستكون بعد هذه المفاوضات. لا يمكن أن يحصل الفلسطينيين على مكاسب حقيقية بعد كل الثمن الذي تم دفعه دون أن يكون هناك وحدة في المطالب، وحدة في التمثيل أثناء التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لاستثمار ما حدث. دون ذلك أعتقد سيكون مشكلة. لذلك الدور المصري مهم على صعيدين، الدور المصري مهم على صعيد العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كل مراحل التفاوض، ومهم جدا على صعيد الداخل الفلسطيني للحفاظ على حالة الوحدة واللحمة التي تابعناها خلال الفترة الماضية. الأستاذ عبد المهدي مطاوع، محلل السياسي الفلسطيني، أنا بشكرك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وهذه المتابعة للأخبار في الصحافة المصرية. نتحول من جريدة الأخبار إلى جريدة الجمهورية، وما زلنا في زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، ونقرأ منها: الرئيس في القمة المصرية الفرنسية بالإليزي: مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية، ولابد من اتفاق قانوني منصف وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. الحلول السياسية السبيل الوحيد لتسوية أزمات المنطقة. وماكرون: ندعم جهود مصر لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار المنطقة. نترك جريدة الجمهورية ونعود مرة أخرى إلى جريدة الأخبار، ولكن من الصفحة الثالثة نقرأ فيها: علام في اتصال هاتفي مع مفتي القدس، دعم القضية الفلسطينية واجب على كل عربي مسلم. تقول تفاصيل الخبر أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أكد على التضامن الكامل للقدس والمقدسيين ودعم القضية الفلسطينية، وأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد حسين مفتي القدس الشريف، وأكد أن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها واجب على كل عربي ومسلم، وهو ما تقوم به مصر بالفعل على مر التاريخ. نترك الأخبار مرة أخرى ونذهب إلى جريدة المصري اليوم، ونقرأ من جريدة المصري اليوم في الصفحة الأولى: استعدادات نهائية لبروفة امتحانات الثانوية الإلكترونية، بدء الاختبار التكميلي لصفوف النقل والإعلان عن أسماء المقبولين بالمدارس اليابانية. تقول تفاصيل هذا الخبر اللي بيهم كل إخواننا الطلبة في الثانوية العامة: تنطلق الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل اليوم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالجيزة وفي عدد من المحافظات، حيث يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانويين الامتحانات خلال الفترة من اليوم وحتى 22 مايو الجاري. لمن تخلفوا عن امتحان شهر إبريل وطلاب النقل الابتدائي والإعدادي اليوم وغدا، والذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات مارس وإبريل. كما يؤدي الامتحان التكميلي الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة، وكذلك من لم يحصلوا على 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية. نترك جريدة المصري اليوم ونعود مرة أخرى إلى جريدة الأهرام، ومن الصفحة الأولى
ما زلنا في الصفحة الأولى، ولكن نقرأ منها السلالة الهندية. السلالة الهندية تهاجم الأطفال، والسعودية ترفع الحظر السفر أمام متلقي لقاح كورونا. ونتحول من جريدة الأهرام إلى جريدة المصري اليوم مرة ثانية، ونقرأ فيها اختيار الإدارية من جريدة الجمهورية، عفوا جريدة الجمهورية في الصفحة الثالثة. لحظة واحدة. الوزراء اختيار الإدارية العاصمة الرقمية العربية للعام 2021. مصر ضمن أسرع 10 دول نمو في الشمول الإلكتروني. نقرأ في تفاصيل هذا الخبر. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافيك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصال ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة. يمكن كانت دي هي جولتنا في الصحافة هذا اليوم، وإلى هنا نصل إلى ختام برنامج هذا الصباح. إن شاء الله غدا لقاء جديد وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.